السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب الكرام، يسعدنا أن نجدد اللقاء بكم، وموضوعنا لهذه الحلقة نتحدث عن حقيقة الإسلام وتعزيز الحوار والسلام بين الشعوب. حقيقة الإسلام، نسمع كثيرا حوارا بين أصحاب الديانات وأصحاب السياسات العامة، ويتم ربط ذلك بقضايا مختلفة تثير جدلا وتثير نقاشا بين المهتمين بهذا الميدان. نريد وإياكم أن نتعرف من خلال هذه الحلقة عن حقيقة الإسلام. ما هو الإسلام؟ ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآيات البينات تخلق عند بعض الناس نوع من التساؤل: ما هو حقيقة الإسلام؟ وهل بقية الأديان الأخرى هي بعيدة عن الإسلام؟ وهل هي حقيقية أم باطلة؟ المتأمل في نصوص الكتاب والسنة سيلاحظ بأن الإسلام هو كل دين يسبق دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأديان التي سبقت الدعوة الإسلامية تسمى الإسلام. فمثلا أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام سمى نفسه أول المسلمين، قال عنه ربنا عز وجل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين. فسيدنا إبراهيم سمنه مسلما، بل وربنا عز وجل أخبرنا بأن إبراهيم الخليل كان يوصي ذريته بأن يكونوا جميعا مسلمين، فقال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه الآيات وغيرها كثير تؤكد بأن الإسلام ليس فقط ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء السابقون كلهم كانوا على دين الإسلام. والإسلام بهذا المعنى هو الدين الحق منذ المنشأ، منذ أن نزل آدم عليه السلام إلى الأرض، بغض النظر عن الأسماء التي أطلقها البشر على الرسالات والدعوات. فنحن في عصرنا هذا نجد الكثير من الدعوات والكثير من المسميات، وكلها منبعها واحد، فالإبراهيمية واليهودية كلها رسالات سماوية منبعها واحد جوهرها واحد. وجميع الأنبياء قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت دعوتهم إلى الإسلام، فمنذ آدم عليه السلام إلى بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك أي دين إلا دين واحد اسمه الإسلام. ربنا عز وجل قال عن سيدنا إبراهيم، قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا
ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فسيدنا إبراهيم كان مسلم، بل سيدنا نوح عليه السلام وهو أقدم الأنبياء كان يخبر بأنه أمر بأن يكون مسلما، فقال لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح عليه السلام الذي كان في بدء البشرية. سيدنا يوسف عليه السلام أيضا كان مسلما، دينة يوسف عليه السلام هي الإسلام، وقد أخبر بذلك ربنا في كتابه العزيز حينما قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فنبي الله يوسف عليه السلام كان يدعو الله تعالى ويطلب منه أن يتوفاه مسلما. حتى سيدنا موسى الكليم نبي بني إسرائيل لقد كان على دين الإسلام، كان يقول لقومه من بني إسرائيل: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وأيضا سيدنا موسى عليه السلام الذي أنزلت عليه التوراة، التوراة في حقيقتها هي إسلام، وأحكام التوراة في عمقها هي مبادئ الإسلام، كما قال ربنا عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فكل ما جاء في التوراة من أحكام وتشريعات إنما هي إسلام، وبعثها الله لبني إسرائيل الذين كانوا في عهد سيدنا موسى أنهم كانوا مسلمين، سماهم ربنا مسلمين. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. حتى سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كان مسلما، وأتباعه الحواريون كلهم كانوا مسلمين، وكان يأمرهم بأن يتشبثوا بالإسلام، كما قال ربنا عز وجل: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هذا كلام الحواريين الذين كانوا مع سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. ثم قال: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلله الحمد ولله المنة، كل الأنبياء وكل المرسلين كانوا على عقيدة واحدة وكانوا على دين واحد هو دين الإسلام، ليس في الوجود دين آخر سوى الإسلام، هو الذي تمسك به كل الأنبياء بدءا بأبينا آدم عليه السلام، مرورا مع نبي الله نوح عليه السلام، ثم مع سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم مع بقية الأنبياء يعقوب وإسحاق ويوسف، وإلى أن وصل إلى سيدنا موسى الكليم، ثم إلى سيدنا المسيح عليه السلام. فليس هناك دين آخر سوى الإسلام. حتى إن في عهد سليمان لما قامت ملكة سبأ واعتنقت الدين الجديد، ما هو هذا الدين الجديد الذي اعتنقته ودعاه إليها نبي الله سليمان؟ إنه الإسلام، أسلمت مع سليمان في دين الله، كما قال تعالى: قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا تصريح ملكة
سبأ بلقيس أنها اعتنقت الإسلام مع سليمان وخضع معا لله رب العالمين. فليس هناك دين سوى الإسلام. حتى فرعون مصر رمسيس الثاني الذي ادعى الألوهية، لكنه لما أوشك على الغرق لقد ادعى بأنه يعتنق الإسلام. قال عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجميع الأنبياء والمرسلين ومن كانوا في صراع مع العقيدة انتهوا إلى أن حقيقة الدين هو الإسلام فقط، ليس هناك دين آخر إلا الإسلام. فما حقيقة الإسلام إذن؟ حقيقته هو الاستسلام لله، الاستسلام لله بالطاعة واتباع الرسل فيما جاء به عن الله عز وجل، هذا هو حقيقة الإسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل هؤلاء الرسل على اختلاف أشكالهم ومناهجهم جاءوا من أجل عبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت، جاءوا للاستسلام لله سبحانه. فأصل الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو حقيقة الإسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، أي إفراد الله بالعبادة الظاهرة والباطنة، إفراد الله تعالى بالعبادة القولية والفعلية، سواء كانت صلاة أو صيام أو دعاء أو رهبة أو استغاثة أو استعادة أو استعانة أو توكل. هذا هو حقيقة الإسلام، أن العبد يتجه كلية إلى ربه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. معناه إسلام الوجه لله وحده لا شريك له، أن يكون العبد مطيعا مخلصا مؤمنا بوحدانية الله تعالى. فالسؤال الذي يطرح، مثلا اليهودية والمسيحية هل هما إسلام؟ أي نعم، حقيقة اليهودية وحقيقة المسيحية في أصلهما هما إسلام. فربنا عز وجل بعث موسى عليه السلام بالإسلام وأنزل عيسى عليه السلام بالإسلام، لكن الله تعالى أخبرنا بأن الكتب التي أرسلت مع هؤلاء الأنبياء لم يضمن لها الحفظ كما ضمنه للقرآن العظيم الذي هو خاتم الكتب، وإنما استحفظ أهلها، طلب من أهلها من علماء بني إسرائيل ومن الحواريين، طلب منهم أن يحفظوا الكتاب المقدس. ولكن لم يستطيعوا، ربنا قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فربنا خاطب أحبار بني إسرائيل أتباع سيدنا موسى عليه السلام أن يحفظوا كتابهم، وطلب من الحواريين أتباع عيسى ابن مريم أن يحفظوا إنجيلهم. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي طلب من أهل التوراة أن يحفظوها، وطلب من أهل الإنجيل أن يحفظوه، ولكنهم مع مرور مئات السنين ومع أوضاع سياسية وأمنية متردية ومع صراعات ومع دماء ومع ظلم لم يستطع أهل هذه الأديان أن يحفظوا تلك الكتب، فضاع معظمها ضاع، لا زالت موجودة لكن الكثير منها ضاع وتغير وتبدل. فمثلا السيد المسيح عليه السلام كتب الأناجيل، وإنجيل واحد لكن كان هناك أكثر من 300 إنجيل، ثم تواضعوا على 4 أناجيل كتبها بعض تلاميذ عيسى عليه السلام بعشرات السنين.
ومن يقرأها يجد هناك اختلافا بينا فيما بينها. أما القرآن العظيم فهو كتاب واحد منذ أن أنزله الله تعالى، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا لم يعطي لأمة الإسلام أن يحفظوا كتابه، بل تكفل به هو سبحانه وتعالى بنفسه ليبقى على حقيقته وعلى صدقه. هذا القرآن العظيم الذي بين أيدينا الآن، وهو أصح نسخة في الكتب السماوية، جاء ليقرر بأن دين الأنبياء جميعا واحد. دين الأنبياء جميعا واحد، الرسالات الإلهية أصلها واحد، نزلت من الله سبحانه وتعالى للخلق أيا كان جنسهم، من أجل أن يعبدوه وأن يطيعوه وأن يتعاونوا فيما بينهم وأن يبتعدوا عن الآثام وبواعث الخلاف والنزاع والفتن. أي أن هذه الأديان جاءت لإقرار السلام، هذه الأديان جاءت للحوار بين بني البشر، جاءت هذه الأديان لكي يأنس الإنسان فوق الأرض، ولكي لا يقع الاصطدام والخلاف الذي يؤدي إلى الحروب والدمار وسفك الدماء. هكذا هي فلسفة الأديان جميعا منذ آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا أخبر بأن كل الأديان فيها اتفاق، وأيضا هناك جانب آخر من الاختلاف. أما الاتفاق فمتمثل في قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا وجه الاتفاق، يعني أن كل الأديان ما وصى به الله إبراهيم هو نفسه ما وصى به موسى وما وصى به عيسى وما وصى به محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ماذا وصى لهم؟ أن أقيموا الدين، أن أقيم إقامة الدين. كل الأديان وكل الأنبياء مطالبين بإقامة الدين، ولا تتفرقوا فيه، لا تختلفوا، لا يصير بعضكم عدو بعض، لا تلجأوا إلى الخلاف المفضي إلى الحروب والدمار وسفك الدماء. هذه المعاني أكدتها آيات كثيرة في القرآن العظيم تؤكد نفس المعنى، كقوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أمة واحدة، كل الأنبياء، كل الأنبياء وكل الرسل كلهم أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي آية أخرى قال وأنا ربكم فاعبدون. فهذا اتفاق بين كل الأديان، لكن أين يكمن الاختلاف؟ الاختلاف يكمن في الشريعة، في الأحكام المرتبطة بكل قوم. لهذا تعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، طريقة للعبادة وطريقة للإخلاص لله عز وجل. وأخبر ربنا عز وجل أنه بعث رسله كلهم بالإسلام، لكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضا. فالذي وقع أن عقائد الأديان كلها باقية، لكن شرائعهم نسخت، الشرائع اليهودية نسخت، الشرائع المسيحية نسخت، وقبلهم الشريعة الإبراهيمية نسخت في الأحكام، في طريقة التوجه إلى الله. أما العمق وهو العقيدة والإخلاص فهو واحد وثابت لا ينسخ. فكانت كل الشريعة تنسخ التي قبلها، كل شريعة تنسخ التي قبلها، إلى أن جاءت الشريعة الخاتمة، شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت هي المهيمنة ونسخت الشرائع التي قبلها، وهي لا تنسخ أبدا الآبدين، وهي لا تزال قائمة منصورة وأعلامها مشهورة إلى قيام الساعة. هذه المعاني أكدها سيدنا النبي محمد الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، قال نحن معاشر الأنبياء
أولاد علات، ديننا واحد، ديننا واحد. ما معنى أولاد علات؟ أي هم الإخوة من الأب الواحد والأمهات الشتى. إخوة لهم أب واحد ولكن أمهات كثيرات. فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات. إذا نظرنا إلى كل الأديان نجد بأنها حقيقة وصادقة، لكن الله تعالى اختص شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنها خاتمة الشرائع السماوية، فلا شريعة بعدها، لا يمكن أبدا أن تظهر شريعة بعدها. وقد ظهر عدد كبير من الكذابين والمدعين ولكن ذهبوا أدراج الرياح. ثم هذه الشريعة المحمدية والدين المحمدي جاء مستقلا بذاته، وشريعته أيضا مستقلة بذاتها، لا تحتاج إلى من كان قبلها من الشرائع، لأنها جاءت كاملة، كاملة مكمولة. قال ربنا عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كانت الأديان ربنا ينزلها بالتدرج 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 إلى أن وصل زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكمل الأديان كلها في شخص الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربنا عز وجل من كرامته على أمة الإسلام خص هذه الأمة، خصها بهذه التسمية دون سائر الأمم الأخرى، فقال: هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين. نحن المسلمين، من سمانا هذا الاسم؟ سمانا الله تعالى من فوق سبع سماوات. هو سماكم المسلمين للدلالة على أن هذه الأمة هي الوارثة الحقيقية للدين الصحيح الذي جاء به الأنبياء من الله، وهي أقربهم وألصقهم بالتعاليم الربانية. فإذا كان الإسلام هو الإنقياد، إنقياد الناس لرب العالمين، فقد جاء هذا المعنى متضمن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام الذي جاء به الأنبياء المرسلين كما ذكرنا واحد، لا فرق بين إسلام نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى أو غيرهم من الأنبياء، لكن شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت الخاتمة وجاءت المهيمنة. أحيانا نتحدث عن علاقتنا ببقية الأديان الأخرى. العلامة المغربي عبد الله جنون، معروف أنه وغيره من كبار العلماء المغاربة كانوا قد تحدثوا كثير عن علاقة المسلمين بغيرهم من غير المسلمين، وله كتاب مشهور اسمه الإسلام أهدى، الإسلام أهدى. مما قال؟ قال أن المسلمين يسمون أمة الإجابة، وغيرهم يسمون أمة الدعوة، فالجميع أمته، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يعني كل الأديان اليهودية النصرانية المسلمون وغيرهم من المخلوقات كلنا أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية أخرى وأنا ربكم فاتقون. فالناس صنفان، هناك مسلمون يسمون أمة الإجابة، وهم كل من آمنوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبباقي الأنبياء، وغيرهم يسمون أمة الدعوة. يعني المفروض أن المسلمين أتباع سيدنا محمد أن يدعوهم إلى حقيقة هذا الدين لكي يعتنقوه. فأمة الإسلام تخاطب كل الناس في جميع الأحوال، فمن صدق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمة الإجابة، ومن لم يصدق به فهو من أمة الدعوة. فالمفروض أننا نسعى ونبذل الجهود لدعوته إلى حقيقة الإسلام. في عصرنا هذا العصر، في وقتنا المعاصر، نلاحظ بأنه قد كثرت المنظمات الدولية التي تدعو للحوار بين الديانات والثقافات والحضارات،
وتعمل على تفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية لمساعدة صانعي السياسات في بناء السلام العالمي والتعايش السلمي تحت مظلة المواطنة المشتركة. هذه المنظمات الدولية كثرت في زماننا هذا، كل مرة نسمع بأن هناك مؤتمر دولي أو مؤتمر عالمي يجمع أعداد كبيرة من القيادات والمؤسسات الدينية ورموز الثقافة وصناع الحضارة يجتمعون للحوار، كل هذا بغرض تعزيز التعايش السلمي وبناء السلام والتأكيد على القيمة الحضارية للتنوع البشري. فهذه الأديان جاءت أصلا من أجل السلام، وهناك مشتركات إنسانية بين كل الناس في زماننا هذا. جاءت هذه المنظمات والمؤتمرات تسعى لترسيخ التعايش والتفاهم والتعاون بين البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم، ويقولون يسمى هذه حوار الأديان، هي في الأصح نقول الحوار بين أهل الأديان. أما الأديان ليس هناك أديان، هناك دين واحد فقط، دين واحد اسمه الإسلام. هذا الدين الواحد هو الذي يجمع بين كل الأنبياء والمرسلين ولا يترك أحدهم. وسبحان الله، أمة الإسلام نحن في مركز القوة، فنحن لا نهاب هذه الحوارات ولا نخشى أن نشارك فيها بكل أريحية وبكل شغف. لماذا؟ لأننا نحن في مركز القوة، نحن نؤمن بكل الأديان، نحن نؤمن بسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، ونؤمن بسيدنا موسى الكليم، وقد ذكرت كل مبادئ الديانة اليهودية في القرآن. سيدنا موسى ذكر اسمه 134 مرة في القرآن العظيم، وجاء الحديث عن بني إسرائيل وعن كل ما يتعلق بالديانة اليهودية بشكل مكثف في القرآن العظيم. وأيضا نؤمن بالمسيحية، فسيدنا عيسى بن مريم ذكر 25 مرة في القرآن العظيم، المسيح عيسى بن مريم، وصور بكاملة تتحدث عنه في سورة آل عمران وسورة مريم وسورة المائدة. أما بني إسرائيل فقد شملتهم سورة البقرة. فكل الأديان الأخرى مذكورة في القرآن العظيم، وسيدنا إبراهيم الخليل وصحف إبراهيم جاءت مذكورة في القرآن. فنحن أمة الإسلام إنما نحن في مركز القوة لأننا آمنا بكل الأنبياء ولم نقصي أحدا، وربنا عز وجل أمرنا بذلك لما قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله نحن نؤمن بكل الأنبياء لا نقصي أحدا. وهذا الأمر فيه قوة، ويعطينا صلاحيات كثيرة بين كل الأمم. فربنا أمرنا بذلك، قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآيات وغيرها تعطي لأمة الإسلام مصدر القوة، فالإسلام هو دوما يدعو للسلم والسلام، وربنا يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. نقول هذا الكلام أيها الأحباب الكرام لأن العالم للأسف في الأيام المقبلة القليلة لا قدر الله لا سمح الله مقبل على صراعات كثيرة وحروب بدأت بين أوكرانيا وروسيا وربما قد تتطور، وهذا يستدعي رجال الدين وعلماء الأمة وأخيار المجتمعات الذين يؤمنون بالسلام العالمي، عليهم ألا يقفوا هكذا متفرجين ينظرون إلى الحرب وإلى الدمار وإلى الخراب، فلا بد من أن يتخذوا موقفهم اتجاه ما يقع
في المجتمع وما ممكن أن تفرزه التطورات في الأيام المقبلة. فهناك محللون سياسيون يتوقعون الأسوأ، يتوقعون بأن الحرب العالمية الثالثة بدأت بشرارة ثم تتوسع. ولكن لا ينبغي أن نكون متشائمين، علينا أن نكون متفائلين، وأن يبدأ أهل الأديان من خلال المنظمات الدولية والمراكز الرسمية والتجمعات التي تشكل ضغط على الرأي العام، عليها أن تتحرك وتدعو إلى السلم وتدعو إلى السلام. فكل الأديان إنما جاءت لمنع سفك الدماء ومنع الطمع والجشع بغرض التوسع، وإنما جاءت لكي يعيش الناس في سلم وسلام وأمن وأمان. وسوف نناقش وإياكم هذه المبادئ من خلال أرقامنا الهاتفية التي نضعها رهن إشارة الجميع. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-52-51 أو 52. ونبقى مع فاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.